للمزيد من النقاش والاستماع إلى رؤى تحليلية ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد مبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية بروز اليوسف. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أحمد. أهلا، تحياتي لحضرتك والسلام المشاهدين. أهلا يا فندم. الحقيقة أنه مصر من أكثر المعنيين بمسألة ضرورة إيجاد حل لهذا النزاع والصراع في السودان، ومعنية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية ودعم إيجاد أرضية نقاشية تفاوضية للتوصل إلى يعني رؤية سودانية خالصة فيما يخص هذا النزاع. والحقيقة أنها استضافت أكثر من مرة أكثر من مؤتمر وأكثر من اجتماع يخص هذه المسألة. رأي حضرتك في اجتماع اليوم المنعقد في العاصمة الإدارية بالقاهرة؟ نعم، يمكن مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم هو امتداد لحزمة من الجهود المبذولة من الدولة المصرية منذ اندلاع الصراع في السودان من إبريل العام الماضي، وعلى مدى أكثر من 15 شهر من هذه الحرب الدامية في السودان لم تتوقف الجهود المصرية لدعم الأشقاء في السودان، وعبر مسارات عديدة، عبر مسارات أولها العمل مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين ومع كافة الأطراف في السودان لوقف الحرب في السودان ووقف الاقتتال الداخلي. البعد الثاني أو المسار الثاني هو العمل أو الدعم الإغاثي للأشقاء والمتضررين من هذه الحرب، وهذا تبعناه في بصور وأوجه عديدة تمثلت في تقديم الدعم الإغاثي والغذائي والدوائي للمتضررين داخل السودان واستقبال الآلاف داخل الأراضي المصرية من الفارين من هذه الحرب ومعاملتهم شأنهم كشأن المصريين. المسار الثالث هو العمل مع كافة القوى السياسية والتكتلات السياسية في السودان لصياغة رؤية سياسية شاملة يتوافق عليها جميع الأطراف دون إقصاء أحد لضمان حل سياسي وسلام دائم ومستقر في السودان. أو يمكن الرؤية المصرية التي عبر عنها السيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي في كلمته في افتتاح هذا المؤتمر اليوم تضمنت محددات الرؤية المصرية، وهي محددات ثابتة منذ اندلاع الصراع في العام الماضي. الدولة المصرية ترى يعني مجموعة أو لديها مجموعة من الثوابت في التعاطي مع هذا الملف ومع هذه الأزمة حفاظا على استقرار السودان، نظرا لتأثيرات وارتدادات هذا الصراع المباشر على الأمن القومي المصري جنوبا، وعلى ارتداداته ونظرا لارتداداته أيضا على المنطقة، منطقة القرن الأفريقي، ومنطقة مهمة للدولة المصرية مثل البحر الأحمر. دي نقطة مهمة جدا. نعم أستاذ أحمد، مسألة أنه عدم فصل استقرار السودان عن المحيط الأفريقي عن الأمن القومي المصري طبعا. بالتأكيد، لأن ولعل الشاهد على ذلك أن دول الجوار السوداني هم أول دول التي تضررت من هذه الحرب عبر استقبال آلاف النازحين من هذه الحرب. ومن هنا كانت منطلق أو الفلسفة المبادرة أو المقاربة المصرية التي طرحتها مصر منذ اندلاع هذا الصراع في العام الماضي بإقامة أو مبادرة دول جوار السودان واستضافة القاهرة في 13 يوليو الماضي مؤتمر قمة دول الجوار، هو المؤتمر الذي شارك فيها قادة كل دول جوار السودان وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وما بين يوليو الماضي واليوليو الحالي لم تتوقف الجهود المصرية. أنا كنت أتحدث عن ثوابت الموقف المصري. نعم، عن المحددات. محددات الموقف المصري. محددات الموقف المصري يمكن كما تحدث عنها السيد وزير الخارجية اليوم، يعني قائمة أولا يجب أن الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على الدولة السودانية وعلى استقرار ووحدة الدولة السودانية. الثابت الثاني أو المحدد الثاني للرؤية المصرية قائمة على أن الأزمة هي أزمة سودانية، وبالتالي يجب أن يكون الحل أو ينبع الحل من السودان شأن داخلي بالضبط دون أي تدخل خارجي أو أي إملاءات من الخارج، وبالتالي يجب أن ينبع الحل من السودانيين أنفسهم. المحدد الثالث والمهم هو أن يجب أن يأتي الحل عبر حوار سياسي شامل يشارك فيه جميع القوى السياسية السودانية دون إقصاء لأحد، حتى لا نعيد الكرة أو يتكرر نفس المشهد، نفس الأزمة التي عانها منها السودان في الأشهر الماضية بإجراء مبادرات وحوارات تقصي بعض الأطراف وبالتالي لا يكتب لها النجاح. ومن خلال هذه المحددات دعت القاهرة وإدراكا
إدراك من الدولة المصرية لتعقيدات المشهد الداخلي في السودان وتقاطعات القوى السياسية المختلفة دعت القاهرة لهذا المؤتمر، وأهمية هذا المؤتمر في تقدير وفي تقدير حتى المشاركين فيه من القوى السياسية أن هذا المؤتمر أولا هو أول مؤتمر يجمع القوى السياسية السودانية منذ اندلاع الحرب حتى الآن. يمكن هناك تكتلات سياسية لم تجلس معا وقوى سياسية لم تجلس معا منذ اندلاع الصراع، يعني يمكن بعض الرموز دي نقطة غاية في الأهمية أستاذ أحمد حضرتك يعني بترصدها، مسألة أنه هذا المؤتمر يجمع بين أطراف يعني مختلفة التوجهات ربما تجلس مع بعض سويا لأول مرة في هذا المؤتمر المنعقد في العاصمة الإدارية. بالضبط، يعني مكونات التجمع الكتلة الديمقراطية من أحزاب وقوى مدنية وسياسية لأول مرة تجتمع مع مكونات تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية تقدم في هذا المؤتمر. ويمكن قادة ورموز السياسة في هذه التكتلات حديثي معهم اليوم أكدوا على ذلك أن لأول مرة منذ ثورة ديسمبر في 2019 والإطاحة بنظام عمر البشير لأول مرة هذه القوة تجلس معا في مجلس الحوار. هذا يعكس التأثير الإيجابي للدولة المصرية في المشهد السوداني. صحيح، أنا كنت عايز أسأل حضرتك إلى أي مدى هذا يعني الموافقة على الجلوس سويا بين أطراف يعني مختلفة التوجهات بما يعني يتماشى مع قوى سياسية مختلفة فيما يخص الشأن السوداني، إلى أي مدى يعكس الثقة في جهود الدولة المصرية؟ بالتأكيد هو يعكس أولا التأثير الإيجابي للدولة المصرية في المشهد السياسي، حجم التأثير والتواصل المصري مع النخبة السياسية السودانية بمختلف مشاربها بمختلف تكويناتها وبمختلف تكتلاتها، يعكس الجهود الكبيرة جدا المبذولة من الدبلوماسية المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل تقريب وجهات النظر. يمكن مصر الدولة المصرية دعت لهذا المؤتمر في نهاية مايو الماضي، وعلى مدى أكثر من شهر هناك اتصالات مكثفة من الدولة المصرية من جميع الأطراف في السودان من أجل انعقاد هذا المؤتمر وإنجاح هذا المؤتمر. أنا في تقديري نقطة ثانية مهمة يجب أن نتوقف أمامها ونحن نتحدث عن هذا المؤتمر، هي مشاركة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين في هذا المؤتمر. مصر لضمان نجاح هذا المؤتمر دعت ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية على رأسها الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، وأيضا المبادرات التي خرجت للتعاطي مع أزمة السودان منها أطراف مبادرة جدة، منبر جدة في السودان. أيضا هناك ممثلين ودبلوسيين حاضرين لهذا المؤتمر من دول الجوار السوداني. هذا معناه كل حضور، هذا الحضور الدولي أو الدعم الدولي والإقليمي لهذا المؤتمر يعطي قوة دفع حقيقية للقوى السياسية السودانية من أجل البدء في حوار أو من أجل إنجاح نتائج هذا الحوار ومن أجل الخروج بنتائج تؤسس لخارطة طريق سياسية تنهي الأزمة ومعاناة الملايين من الشعب السوداني. هذا المؤتمر بمستهدفاته ويعني هي صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار والأزمة السودانية، اتخاذ خطوات لحقن دماء الأشقاء السودانيين، الحفاظ على مقدرات السودان، كذلك يعني تعزيز مسألة مشاركة الوكالات الإغاثية والدول المانحة للفارين من السودان جراء هذا الصراع. الحقيقة هي خطوات يعني غاية في الأهمية. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أشار إلى أن هذا التوقيت يعني غاية في الأهمية أيضا وتاريخي. إذا أخذت من حضرتك تعقيب على هذا التصريح. السيد وزير الخارجية يمكن تحدث في البداية في افتتاح هذا المؤتمر بأن هذا الحدث هو حدث تاريخي، وكان مدلول أو قراءتي أو إشارته لهذا المصطلح أو هذا الوصف باعتباره أن هذا المؤتمر هو الأول الذي يجمع مختلف أو هذا الكم من القوى السياسية السودانية التي تجتمع معا في أن واحد لمناقشة القضية السياسية الأزمة السياسية في السودان. هذا هو القول الثاني، ودي نقطة أشار إليها السيد وزير الخارجية بأن الوضع الكارثي في السودان يفرض علينا الآن مجموعة من الإجراءات العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو إنهاء معاناة الشعب السوداني. أولها الوقف الفوري لإطلاق النار، ثم ضمان دخول المساعدات الإنسانية للسودان. الوضع بسبب فاتورة الحرب التي تتضاعف يوميا
في السودان، ثم تأتي المرحلة الثالثة العمل على رؤية للحل السياسي في السودان. يمكن كان هناك إشارة مهمة من السيد وزير الخارجية لإشكالية ضعف المساعدات وعدم ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية صحيح. للسودانيين. كان هناك تقديرات بحوالي أكثر من 2.5 مليون سوداني على وشك أو المجاعة أو تهددهم خطر المجاعة، إضافة إلى حوالي 2 مليون سوداني فروا إلى خارج السودان في دول الجوار وعلى رأسهم الدولة المصرية. إلى على رأسهم مصر طبعا. ومن هذا المنطلق دعا أو طالب الوزير الخارجية الدول المانحة والمجتمع الدولي لسرعة التدخل، لأن الملايين الذين فروا إلى دول الجوار يقتطعون من موارد الدول الجوار الضعيفة في ظل هذه الظروف. وبالتالي السيد وزير الخارجية دعا إلى ضرورة أن يكون هناك إيفاء من المجتمع المدني بتعهداتها التي أعلنت عنها في مؤتمري جنيف وباريس الخاص بإغاثة في السودان، وأشار إلى أن هناك فجوة تمويلية حوالي أكثر من 75% جنيف من نيويورك أستاذ أحمد جنيف وباريس وباريس مؤتمري جنيف، مؤتمر جنيف الذي عقد في يونيو 2023 ومؤتمر باريس الذي عقد في إبريل الماضي إبريل 2024، وكانت هناك تعهدات من الجهات المانحة والمجتمع الدولي بتقديم الدعم الإغاثي للسودان. السيد الوزير أشار إلى أن هناك فجوة تمويلية ربما سيكون هناك مشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية لدعم السودان والعمل الوثيق مع كافة المنظمات الإنسانية في جنيف ونيويورك يعني لاحقا. طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة الأستاذ أحمد مبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأفريقية بروزا اليوسف، شكرا جزيلا لحضرتك.